السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدر تعمل إعادة تصميم لغرفتك بالذكاء الاصطناعي، يعني أنت بتدي له الصورة بتاعت الغرفة بتاعتك وهو يبدأ يشوف إيه العناصر اللي هي ما ينفعش إنها تتشال، يعني مش هقول لك هد حيطة أو غير الباب، لكن هنشوف إيه الحاجات الأساس الفرنتشر ويبدأ إن هو يديك اقتراحات للتعديل زي ما أنت شايف في الصورة في الأول. ممكن تجرب صورة من الصور ديت، لكن الأفضل إن أنت تجرب صورة بقى من عندك أنت، لأن يعني هو ممكن يكون هو عاملها يدوي. فهبدأ أرفع صورة من عندي من على الجهاز مش من الموقع. وليكن مثلا الصورة ديت، هو بيبدأ بقى يتعرف على الصورة، بيبدأ يحلل السبيسز. ممكن تقول له ادفانسد اوبشن عشان تبدا ان انت تختار الغرفه دي عايز تحولها لايه. هو بيبدا يتعرف على الفرنتشر، ممكن مثلا هيغير السجاده، هيغير الاباجوره او الحاجات دي كلها. انت بقى تبدا تختار انت عايزها تبقى ايه، الديزاين اللي انت عايزه، ايه الالوان اللي انت بتفضلها. تمام، تبدا بقى تقول له الغرفه دي انا عايز احولها لغرفه مكتب مثلا، الديزاين انا عايز اي نوع من انواع الديزاين، الكالر اللي انت بتفضله، ولو في اي كلمة عايز تكتبها هنا. هو يبدأ يعمل لك بقى تعديلات كتيرة اوي في الصورة دي. مش الصورة اللي احنا رفعناها، ده بيديك مثال بس. فبالله ان هو عمل لنا التصميم دوت، غير هو الفرنتشر اشكال مختلفة. دي مرة قبل كده تانية عملناها وقلنا له خلاها مثلا غرف معيشة، فهو حسب نوع الغرفة وحسب الستايل ممكن تقول له انا عايزها غرف نوم فيقلبها لغرف نوم زي ما انت عايز. ممكن كيتشن بيبدأ يغير لك الحاجة. فبرنامج جميل ان شاء الله يعجبك.